مرحبا، بدي احكي خبركم اليوم عن الاسبوع اللي بيبدا 2 4 ايلول سبتمبر وبينتهي الاحد 10 ايلول سبتمبر. بهذا الاسبوع طبعا الشمس موجوده ببرج العذراء الترابي، وطبعا الجو العام صار مناسب جدا لانطلاقه مواليد برج العذراء. بهذا الاسبوع في عنا كوكب الزهره يتنقل في درجات برج الاسد، وفي عنا كوكب المريخ ينتقل بهذا الأسبوع من برج الأسد ويصل لبرج العذراء. خلونا نشوف بهذا الأسبوع شو في عنا من أحداث. في عنا فول مون اليوم الأربعاء 6 أيلول سبتمبر الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت. الاثنين 4 أيلول سبتمبر القمر ببرج هوائي ببرج الدلو. الثلاثاء والأربعاء والخميس حتى الساعة 3 4 الظهر توقيت بيروت القمر ببرج الحوت. ومشان هيك في عنا فول مون. فول مون هو لما القمر والشمس بيكونوا عم بيواجهوا بعضهم من برجين معاكسين. الجمعة والسبت، يعني الجمعة 8 والسبت 9 أيلول سبتمبر القمر ببرج الحمل الناري، والأحد 10 أيلول سبتمبر القمر ببرج ترابي برج الثور، عم بشكل مثلث فلكي ترابي حلو كتير للأبراج الترابية. كيف رح بتكون أبراجنا بهيدا الأسبوع؟ البداية مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل هيدا أسبوع يمكن تتأثر شوي بهالفولمون من برج الحوت، بتحس إنه عم تتعب. تأثيرات الفولمون بلش تحس فيها من يوم الاثنين، بتبلش تحس ببعض التعب وببعض التأخير بأعمالك وترغب بالابتعاد شوي عن الأضواء، لكن تقريبا بعطلة الأسبوع بترجع بتتحمس. التنين 4 سبتمبر مع وجود القمر ببرج الدلو مولود برج الحمل قادر انه يتفاهم مع غيره، مطلوب منه انه يحط ايده بايد الاخرين ليقدر يوصل للنتائج اللي هو بيريدها، لانه في مجال انه يبدا من الاثنين ببعض التقدم. الثلاثاء الاربعاء والخميس حتى الساعه 3 بعد الظهر بتوقيت بيروت تاثير الفول مون عليك يسبب احباط، يسبب تراجع، ويسبب بعض التاخير وبيمنعك من التقدم واحداث اي فرق ايجابي، ومع احتمال يكون في تراجع صحي ايضا، فكون حذر جدا. ابتداء من الخميس بعد الظهر الساعه 3 بعد الظهر توقيت بيروت بيوصل القمر لبرجك، وتتحسن المعنويات بشكل هائل عند مواليد برج الحمل، وبتبدا الامور بالتقدم من من الخميس بعد الظهر كل الجمعه وايضا كل السبت 9 ايلول سبتمبر، وهنالك انطلاقه لعمل او لمشروع جديد. الاحد 10 ايلول سبتمبر هنالك مثلث فلكي ترابي يدعم مواليد برج الحمل للاهتمام ببعض المسائل الصحيه، واحتمال يكون في عندهم يعني الصحيه لتحسين اوضاعهم، مع احتمال يكون في عندهم بعض التقدم وبعض المشاريع الماليه. اذا في من مواليد كثيره الحظ بهذا الاسبوع هي مواليد 1 ل 9 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور بالتأكيد هيدا أسبوع إيجابي جدا تتقدم فيه، وهنالك تقدم وهنالك انتباه لك، اهتمام لك، في رعاية لك، هنالك ارتياح وهنالك نوع من رغبة عند مواليد برج الثور لحتى يحققوا فرق، وبتقدروا تحققوا فرق كتير كبير بهيدا الأسبوع. لكن التنين 4 أيلول سبتمبر يبدو وكأنه مولود برج الثور يبدو وكأنه مشغول ب مهمة شوي صعبة، يمكن لقاء أو اجتماع ضروري تشتغل فيها من كل قلبك، ما تخاف من القلق، بالعكس حضر حالك لأنه في مجال أنك تحقق تقدم كتير كبير. الثلاثاء الأربعاء والخميس حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت بيروت هنالك مين يشجعك ويزقف لك ويخليك تتقدم، مع احتمال أنه يكون في نجاح باهر لك. لكن انتبه، ابتداء من الخميس الساعة 3 بعد الظهر توقيت بيروت وحتى السبت مساء هنالك استراحة، هنالك ابتعاد عن الأضواء، وهنالك رغبة عند مواليد برج الثور أنه يتراجعوا أو ينسحبوا، فكونوا منتبهين وانتبهوا من تأخير وخيبات أمل وبعض المحتالين. الأحد 10 أيلول سبتمبر من أجمل أيام شهر أيلول، هنالك دعم مطلق لكم، هنالك نجاحات مهمة جدا، هنالك تقدم وهنالك رغبة عند مولود برج الثور ليتقدم وليعمل فرق بحياته، هنالك تقدم كتير كبير بانتظار كون من أجمل الأيام. الأكثر حظا بالتأكيد هي مواليد 1 ل 8 أيار مايو.
بكمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء هيدا أسبوع منه أسبوع سهل، تأثير الفول مون عليك يمكن يسبب لك نوع من عتب أو نوع من ضغوط عائلية شخصية، المزيد من المسؤوليات بتواجهك، احتمال إنه يكون في قدرة على مولود برج الجوزاء بالرغم من هالتعب والقلق إنه يتخطى العوائق ويقدر يوصل ويحقق إنجاز ويوصل إلى القمة. التنين 4 أيلول سبتمبر بعتبره من أجمل أيام هيدا الأسبوع، انطلاقة حلوة سريعة جيدة بتحمل لمولود برج الجوزاء قدرة لحتى يتخطى الأمور المعروفة والأمور المجهولة ويقدر يخوض تجربة حلوة بنجاح. الثلاثة الأربعاء والخميس حتى الساعة 3 بعد ظهر توقيت بيروت يعيش مولود برج الجوزاء تحت تأثيرات الفول مون، هنالك ضغوط ومسؤوليات عائلية وشخصية بتخلي مولود برج الجوزاء يحس حاله إنه تحت الأضواء وعنده مسؤوليات صعبة وكأنه هنالك من يمتحنك، فحاول تعطي أفضل ما عندك. ارتياح ابتداء من الساعة 3 بعد ظهر يوم الخميس، الجمعة وأيضا السبت، هذه فترة تقدر تستغلها لحتى تعزز علاقتك مع أصحابك وتبحث عن دعم إذا أنت بحاجة لدعم، تتسلى وتفرح وليش لا، لحتى يكون عندك في ببيتك أو بعلاقاتك يكون في نوع من ترفيه عن النفس ونوع من ارتياح. الأحد 10 أيلول سبتمبر بعتبره من الأيام الصعبة لمواليد برج الجوزاء لأنه في تأخير، في استراحة، في مراوحة مكان، في تعب واحتمال يكون في خسائر وفي فشل، فكون حذر من يوم الأحد بعتبره أصعب أيام الأسبوع وأكثرها فراغاً وأقلها حظاً. بتبقى المواليد اللي عندها معاكسات أكثر من غيرها بسبب معاكسة كوكب زحل هي مواليد 12 و13 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان بهيدا الأسبوع، أول شيء بيناسبك وجود الشمس في برج العذراء وبيناسبك تماما تأثير الفول مون من برج مائي من برج الحوت. من التنين مولود برج السرطان يبدو كأنه محضر حاله للمزيد من الواجبات والدعم اللي أنت بحاجة له، رح تشتغله وبتقدر توصل له، معاملات وأوراق عم بينشغل عليها الثلاثة الأربعاء والخميس حتى الساعة 3 بعد ظهر بتوقيت بيروت من أجمل الأيام بهذا الأسبوع. الفول مون بيدعمك، بيعطيك الطاقة، بيعطيك الديناميكية، بيعطيك الحظوظ وبيفتح قدامك مجالات كانت مغلقة، كانت مسكرة وكانت حتى مجهولة بالنسبة لك. انفراج بهاليومين ونص، لكن انتبه ابتداء من الساعة 3 بعد ظهر توقيت بيروت يوم الخميس بيكمل هالجو الجمعة والسبت، هنالك نوع من مسؤولية بتحط مولود برج السرطان أمام امتحانات بالنسبة كان لموضوع دراسي، تواصل مع الآخرين، كتابة، نوع من أبحاث وتنقلات بدأ تصير بهيدي الفترة، فعندك عطلة أسبوع حافلة نوعا ما. الأحد بالنسبة لك رح بيكون يوم بالنسبة ليوم الأحد مولود برج السرطان يوم الأحد بيخلق لك جو مناسب لإعادة النظر ببعض الوسائل لتواصل مع الناس، وبتعرف إنه يوم الأحد رح يقدم لك خدمة. يوم الأحد رح بيكون يوم مناسب لحتى تتفاهم مع الآخرين، تتواصل معهم، مش بس هيك، لحتى تقضي وقت إيجابي معهم وبناء. كل هالأسبوع بحد ذاته رح بيكون فعال وناشط وإيجابي. الأكثر حظا هي مواليد 14 ل 16 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لك مولود برج الأسد هيدا أسبوع نوعا ما تتسلط فيه الأضواء على قدراتك، على مواهبك، على شهاداتك، قديش انت قادر تعطي، قديش انت واثق من نفسك. التنين مولود برج الاسد يمكن تعيش لحظات من الاستفزازات او تحديات، او تحس حالك انك نرفز او معصب، او في شخص او جهه ما هي اللي عم بتواجهك وعم تزعجك، لكن بقول لك انه ما تنزع الفرص يلي هي فرص للارتباط لتوقيع على عقد. الثلاثة الأربعاء والخميس حتى الساعة 3 بعد ظهر توقيت بيروت مولود برج الأسد قادر أنه أنت تناقش وتفاوض بكل هدوء بكل مرونة وتظهر قديش أنت إنسان واعي وقديش أنت إنسان قادر أنه
تتجاوب مع الآخرين، كما أن رح بيكون فرصة لتسيير وإعادة المياه لمجراها الطبيعي. ابتداء من الخميس الساعة 3 بعد ظهر توقيت بيروت وحتى السبت مساء هنالك حظوظ كتير كبيرة، تقوى عندك الحماسي وقادر انه انت تخوض تجارب بنجاح وبتميز، وبعتبرها من افضل ايام الاسبوع. الاحد مولود برج الاسد، مطلوب منك انك تعرف تشتغل، مطلوب منك تعرف تتفاهم مع الاخرين، مطلوب منك انك تعرف تواجه الامور، مطلوب منك انه تقدم افضل ما عندك لانه فرصه امتحان لك واحتمال انك تنجح بقوه اذا انت جاهز. لكن لانه كوكب المريخ موجود ببرجك كن حذر جدا الاثنين والثلاثه اذا كنت من مواليد 21 22 اب اغسطس. كوكب الزهره يلي موجود ببرجك عم بيعطي حظوظ رائعه لمواليد 2 ل 12 اب اغسطس. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء بعتقد انه هيدا اسبوع مهم مفصلي، لانه في عنا فول مون مقابلك، الشمس موجودة ببرجك، معناتها في هنالك محور عم ينشغل عليه له علاقة باطراف اخرين، هني عم بيحاوروك، هني عم بفوضوك، هني عم بيواجهوك بمسألة معينة. التنين حضر حالك لشغل كتير، واجبات كتيرة كل نهار من اوله لاخره، هنالك واجبات عند مولود برج العذراء ما بتقدر تهرب منها، بتقدر تهملها، ما بتقدر تتخبى عنها، ومسائل واجبات بدك تسلمها. الثلاثة الأربعة والخميس وتحت تأثير الفولمون مولود برج العذراء بحس حاله أنه هو شخصيا مضطر أنه يبرر مسألة، يواجه مسألة، يكون شخصيا عم بيتقدم وعم بيحرر أموره من بعض العقبات. في أشخاص بيستفزوك، في أشخاص بيطلبوا منك مواجهة أو لقاء، لكن مش بالضرورة تكون الأمور سلبية، فقط يمكن عم بيواجهوك لأنه أنت عم بتقدم طلب معين، المهم تطول بالك شوي. الجمعة والسبت هنالك نوع من استراحة شوي، تبتعد عن جو المعاكسات، وهنالك نوع من رغبة عند مولود برج العذراء ليصلح بعض الأخطاء، ويبدو كأنك بتتفاهم مع محيطك بشكل أفضل. الأحد يلي هو 10 أيلول سبتمبر بصراحة هو أجمل أيام الأسبوع، وتستمر الحظوظ الحلوة للتنين 11 أيلول سبتمبر. لأنه كوكب المريخ بيوصل هذا الأسبوع لبرجك كن حذر جدا. أول مولود برج العذراء تحديدا 23 ل 26 آب أغسطس، والأنشط هي 15 ل 18 أيلول سبتمبر. بكمل مع برج الميزان. بالنسبة لك مولود برج الميزان هيدا أسبوع هو لإعادة النظر ببعض المسائل يلي بتعطيك ثقة في النفس، يلي بتعطيك راحة نفسية، يلي بتخليك نوعا ما تعيد النظر ببرنامجك بنمط حياتك. هيدا أسبوع لحتى أنت ترجع تشحن ذاتك بالطاقة الإيجابية وبالأفكار الحلوة. التنين يوم إيجابي بالنسبة لك، التنين 4 أيلول سبتمبر بيعطي مواليد برج الميزان ثقة في النفس حلوة، أنت بأمس الحاجة لها ثقة في النفس، بأمس الحاجة للمعنويات والدعم وبتحصل عليهم، ويمكن يكون أفضل الأيام المتبقية بهذا الأسبوع. الثلاثة الأربعة والخميس حتى الساعة 3 بعد الظهر تأثيرات الفولمون عليك بتشغلك بتتعبك، يمكن تحس بتراجع شوي بالمعنويات بالنفسية، ويمكن أيضا بالوضع الصحي، فحاول أنك تكون شوي منتبه لصحتك، ما تتعب حالك، خذ بريك خلال ساعات النهار لا تستريح. بتبدأ العاصفة الفلكية الخميس الساعة 3 بعد الظهر وتستمر للسبت مساء، هنالك ضغط تعب، احتمال انه العلاقات يلي منا مستقرة يلي منا صحيحة انه تعيش لحظات كتير صعبة ومتقلبة. بقية الاشخاص احتمال انه يمرقوا بلحظات من الحزن او لحظات من القلق، لكن بتقدر تمرق الامور بكل هدوء ورواء اذا انتو طولتوا بالكم. الاحد هنالك عودة تقريبا ل الحياة الروتينية المعتادة، لكن مطلوب من مواليد برج الميزان تصحيح الأخطاء والاعتذار إذا صار في من خطأ. الأكثر حظا بالرغم من هذا الجو هالأسبوع 15 ل 18 أكتوبر. كمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب بهذا الأسبوع بتفرح كثير بتأثيرات الفولمون، لأنه يبدو وكأنه في مؤامرة عم تشتغل معك لصالحك.
التنين 4 أيلول سبتمبر يبدو وكأنه مولود برج العقرب مضطر أنه يغيب أو يهتم بمسائله العائلية والشخصية فقط لحتى يسهل أمره ليبقى بقية الأسبوع بالنسبة له فاضي وحاضر لحتى جاهز لحتى أنت تشتغل من كل قلبك. الثلاثة الأربعاء والخميس حتى الساعة 3 بعد ظهر توقيت بيروت حظوظ رائعة بترافق مولود برج العقرب، وكأنه هالفول مون هو اللي عم يدعمك، هو اللي عم بيشحنك بالحماسة بالتفاؤل بالإيجابيات، مصالحات حب وغرام بانتظاره بهيدي الفترة، فترة جميلة جدا. الجمعة والسبت يبدو وكأنه عطلة الأسبوع بدك تشتغل فيها مع أشخاص بتعرفهم، مع أهلك، مع عائلتك، مع زملائك، لأنه لحالك ما رح يمشي الحال، رح تضطر أنه تحط إيدك بإيد الآخرين. الأحد 10 أيلول سبتمبر في مسألة بتستوقفك بتخليك تشعر بهلع بقلق، ويمكن حدا يستفزك أو تنكشف بعض الأخطاء، فضروري تكون جاهز لحتى تواجه الأمور لكن بكتير بكتير هدوء، وتبعد عن المشاكل وحاول أنه تعد للعشرة قبل ما يكون عندك انفعال. بالرغم من هالجو الأكثر حظاً 2 ل 11 نوفمبر تشرين الثاني. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس هالفولمون الموجود بهيدا الأسبوع بيخلي كل الأسبوع يدور حول مسائل عائلية وشخصية. التنين هنالك مجال عند مولود برج القوس لحتى يتفاهم مع الناس، لحتى يحكي يدافع عن رأيه، ولحتى يقدر يتواصل مع الناس، ومطلوب منك تتواصل مع الناس وتعجل وتخلص بعض المعاملات، ما تأجلها بقدر المستطاع، لأنه القوة اللي عندك إياها، الطاقة اللي عندك إياها الفكرية والجسدية قادرة أنه تخلصك وتنقذك من كل المواقف. الثلاثة الأربعاء والخميس حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت بيروت تأثير الفولمون عندك ضاغط متعب، يمكن بسبب تعب أو مشكل أو ظرف عائلي متقلب طارئ بخلي مولود برج القوس يكون مزعوج متضايق مزاجي، أو يمكن مريض أو عتلان هم. في احتمال أنه هالأمر يكون إيجابي، بمعنى أنك واصل من سفر أو عم تضب السفرة عشان تسافر، أو هنالك نوع من حدث عائلي. تتحسن الظروف بشكل هائل 180 درجة ابتداء من الخميس الساعة 3 بعد الظهر توقيت بيروت وحتى السبت مساء. أجمل الفترات، عطلة أسبوع مهمة جدا تتميز فيها بإنجاز، بحدث حلو، بمصالحة، برومانسيات وبلقاءات ناجحة جدا جدا. الأحد 10 أيلول سبتمبر ترجع الأمور إلى طبيعتها، مع احتمال أنه يكثر الشغل، مع احتمال أنه يكون في قلق على صحة أحد الوالدين. بشكل خاص عن مواليد 13 ل 15 ديسمبر، أما الأكثر حظاً هي مواليد 2 ل 10 ديسمبر. بنتقل لبرج الشادي. بالنسبة لك مولود برج الجدي هيدا أسبوع جيد نشيط جدا. عند مولود برج الجدي بيناسبه طبعا وجود الشمس بالبيت التاسع يلي هو بيت السفر وبيت الانفراجات وبيت التجارب الجديدة الحلوة. تأثير الفولمون رح بيكون إيجابي ومنشط جدا عندك. التنين انتبه من بعض المصاريف، من بعض المعاملات، انتبه من بعض الأشخاص يلي بيحاسبوك، وحاول إنك تكون جاهز وعندك معنويات وثقة بالنفس وعارف حالك عن شو عم تحكي، دافع عن حقك. الثلاثة الأربعاء والخميس حتى الساعة 3 بعد ظهر بتوقيت بيروت مولود برج الجدي يبدو وكأنه أنت فعلا قادر أنك تسيطر على كل الأمور من خلال كلمة، ملاحظة، درس، لقاء، اجتماع، ويمكن حتى مفاوضات وأبحاث. ما رح تنقصك لا الحجة ولا العذر، عندك قدرات هائلة هائلة لحتى تسيطر وتنجح وحتى تنتصر حتى على الآخرين. ابتداء من الساعة 3 بعد ظهر يوم الخميس وحتى سبت مساء مولود برج الجدي طالع باله أنه يبقى ببيته، طالع باله أنه يبقى مع أحبائه، طالع باله أنه ما يشوف ناس غرب، يشعر بالرغبة بالابتعاد عن الأضواء، يمكن راجع من سفر أو عم بتسافر أو عندك حدث عائلي. الأحد 10 أيلول سبتمبر هو أفضل أيام الأسبوع، أقواها حظاً، وتستمر الحظوظ حتى يوم الاثنين، فحضر حالك لنقلة نوعية لنجاح وانتصار وإنجاز. الأكثر حظاً 2 ل 8 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبة لك مولود برج الدلو يبدأ الأسبوع الثانين والقمر ببرجك،
الشمس موجود البيت الثامن يلي هو بيت معاملات، بيت الدبلوماسية، بيت المجاملات والمسيرات. يبدو وكأنك أنت مضطر تحكي وتساير بهيدا الأسبوع والأسابيع المقبلة لتمشي أوضاعك. التنين انطلاقة، إشارة حلوة للانطلاق بمشروع، هالمشروع فيكون معاملات إدارية أو غيرها. التلاتة الأربعة والخميس وتحت تأثير الفول مون من بيت المال، مولود برج الدلو، ضروري تنتبه للفواتير اللي عندك اياها، للمصاريف اللي عندك اياها، الاستثمارات اللي عندك اياها، بدك تنتبه لحتى تكون دقيق فيها، ما تهملها وترد الخدمه وتساعد الاخرين، مع احتمال انه يكون في نوع من انشغال باوراق لبوليصات تامين او استشفائيه وغيرها. الجمعه والسبت هنالك حديث بمسائل كثير مهمه وكثير دقيقه عند مواليد برج الدلو، يمكن حدا يطلب منك اوراق، مضطر انك تسافر او تنتقل من مكان الى اخر او تهتم باحداث الى علاقه او ظروف الى علاقه باحد الاخوه. الاحد 10 ايلول سبتمبر، مولود برج الدلو متمرد ثائر على التقاليد، مزعوج، بحس حاله مقيد، بحس حاله انه مش قادر يتحرك مثل ما هو بيريد، يمكن في بعض المسائل الصحيه العائليه يلي بتخليه يكون مزعوج ومتضايق. يوم الاحد مطلوب منك انك تتعامل مع الاوضاع والظروف بكثير موضوعيه وتجرد. الاكثر حظا هي مواليد 30 كانون الثاني يناير حتى 7 شباط فبراير. بالنسبة لبرج الحوت، مولود برج الحوت، هيدا فينا نقول انه هيدا اسبوع كتير كتير مهم. الفول مون ببرجك بيعطيك القدرة لحتى تسيطر، تستعيد السيطرة، تستعيد موقعك. التنين هو اضعف ايام الاسبوع، مطلوب منك انك تستجمع وقتك ذاتك لحتى تقدر تنطلق بعدين. هلأ الضوء أحمر، ممنوع أخذ قرارات مصيرية لحتى ما تندم، طول بالك، انتبه من خيبات الأمل والمحتالين والتأخير. الثلاثة الأربعة والخميس القمر فول مون ببرجك، قادر أنه تقلب الأوضاع كلها لصالحك. انطلاقة، إشارة خضرة، ضوء أخضر لحتى تتقدم، لحتى تغير اللي طالع بالك تغيره وتنطلق بعلاقة بارتباط مهني أو غيره. الجمعة والسبت انتبه من بعض الأشخاص يلي بيحاولوا إنه يدينوك أو ياخدوا منك أو يحاولوا إنه يشدوا فيك نزول بالمعنويات، فحاول مولود برج الحوت إنه تكون أنت واعي تماماً على كل المشاريع بدك تنطلق فيها يلي فكرت فيها، خططت لها الثلاثة الأربعاء والخميس، وحاول تكون منظم جداً، انتبه لمصاريفك. الأحد 10 أيلول سبتمبر هنالك حكي كتير، مفاوضات كتيرة، زيارات كتيرة، عم بتفكر، عم تكتب، عم تتبادل الأفكار، وهناك نوع من امتحانات بالنسبة لك، فحاول تكون واضح جدا منعا لحصول أي التباس أو أي خلاف. الأكثر تعبا بهيدا الأسبوع بسبب مواجهة الشمس لألكن هي مواليد 1-8 أدار مارس. هيدي كانت التوقعات الأسبوعية من 4 أيلول سبتمبر ل 10 أيلول سبتمبر. بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو، وإلى اللقاء مع أبراج أخرى. باي باي.